في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قامت جامعة البويرة بالتنسيق مع مديرية الأمن الولائي ومديرية الحماية المدنية للولاية بحملة تعقيم وتطهير واسعة بالحرم الجامعي، وذلك استمرارا للحملة التي بدأت بتعقيم كافة المدرجات والقاعات والمنشآت على مستوى الجامعة وكذا القطب الجامعي في ظل خطة الوقاية من فيروس كورونا وتطبيقا للبروتوكول الصحي. جلال الطيب ثانية. قامت الجامعة وبتنسيق مع مديرية الأمن الوطني ومديرية الحماية المدنية والبلدية بحملة تعقيم على مستوى الجامعة. هذه الحملة مست كل 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 المساحات. هذه الحملة تدخل في إطار البروتوكول الصحي المنجز من طرف الجامعة والوزارة الوصية، وحنا من هذا المنبر ندعو كل أسرة الجامعية أنها تقوم بكل إجراءات لازمة من تباعد جسدي، من حمل القناع الواقي، لأنها هذه مسؤولية، ولو هذا كله يدخل في الحد من انتشار هذه الجائحة اللي نطلبوا من ربي سبحانه وتعالى أنه يرفعها لنا. في إطار التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، سخرت مصالح أمن ولاية البويرة بالشراكة مع جامعة البويرة، كذلك مديرية الحماية المدنية بالبويرة، وكذلك بلدية البويرة بعملية تعقيم مست محيط جامعة البويرة. العملية تدخل في إطار العمليات الوقائية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. قامت مصالح الحماية المدنية رفقة المصالح الأمنية ومصالح البلدية وبالتنسيق مع إطارات الجامعة بعملية تعقيم داخل المحيط الجامعي. ورغم هذه الحملات التعقيم إلى أن الوقاية من فيروس كورونا تبقى واجبة، ومن أهم الشروط اللي لازم يتحلوا بها الطلبة وكل جميع المواطنين هي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واحترام مسافة الأمان بين الأشخاص لمنع والوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا. كما راكم تشوفوا هنايا، إن شاء الله الطلبة يتخذوا الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا. Thank you.